سفرك مدحينها اسسي قاتم عبد القادر فردية أيوة حلالية هي إن وحكومة جهة مقالة مقدشو إن صوبتها إن وهالقص أتجي إن مدحينها سومالي حشم محمد أيوة يري وحيبها لسويد رسنا إنه حكم إذا قابك اسسي قاتم الله أغسل لها اسسي قاتم أنا إيك تاجر له دولة فرق سومالي سيد سعيد عبد الله الدني حلك لوجه طور لها أريد أمرك لسكو استوحيت هاي اسسي أقونسي دولة كيف فردة دولة اسسي وحكي كيف فردة إن محلي هذا أريد أن لقت ضوية تونك حلوان بدل أن كجرو إن هذا دولة سومالي مشرح أي وضعته إن هو تاجران وها إن نكري راه روسي وزير كارمه دولة دولة فرق سومالي أي مركزي إن أشرح عن مدحينا بدلا مركز وحلي يسوي ورقة كبار وغصة بحه فضوية تونك نين إيرو البهنتي أو كجرتو إن برلمان كبدلا إن تاجران أنا قعدت سنة إذن كأخصينا يوحينا كلنا أنا جانا قال لي قانا أنا قاعد أنت سرقلينين. مركا وشروط أصل لو حري مياه وإنا تدوبي توان كحلمان بطلن قصو قلا وإنا عذيان نمك الله ده نمك الله هرسي. هرسي إنه عذيان واي مركا إن بدل نفتك إذن وديدنت هيو إن حتى حلمان هذا نشك قل لي زهدي سي قاتم ما ملوا قنصدو حرت حلمان هذا نسك عير سو. ها. ويترى ما ملا نقطن أنا واحد منهم لدين. صح. مركا شروط أصل إن بدل هاد كوري هردك تي سي قاتم حيد إن حداد ما مل سميستان مدحين كحين نقوم لدين وسير نقوم لدين حلوان نقوم لدين تاسك دب وقاده هذه كلا ما عمل كنا كمان نقطة قبل قصول هلاوس جي حير بودلان تاس مركز خوف سجى كانتي اسوي حكوات كاسيتي إن ما عمل مدح بنا نقطة فرح كلا بحد بودلان جبي حامبا مركز أرمها سا اللي سكون أحوضة إن فردي مركز مدحينا حشم محمد لكل وكيل إذا أسك سعد لكل مكذب وحلو كل مدونا باش عالم كسو كدة عوين دونا مصبي حي اللي بعتذر وكو هيدت كا رسول سلام مركز نقولي إنه ربنا ولا سعند قصول لابتو ودك شعب كده بعتي oo duqeymihii wixii dib u soo celiyay arinta marka beesha caalamkii wakiilada caalamka ay ku sugan xarada xalana ay markaas la kulmi doona leeyahay wana in daacwada oo musubixi oo kubada ayuu gudbi doona maadaama ICC hadduu ay gumeys ku eegtahay in weerarka la ICC aheen in rabaan wixii hadda ka dambeeyay in wada hadal lagu dhameeyo in waxay ogol yihiin inaan dhibaato dambe aysan dhicin dagaal dambe aysan dhicin caalamkan uma u sheegaynaa dheer musubixi inuu dhibaato asagu wado oo na rabo inuu mar labaad dagaal soo qaado maadaama رئيس مركز وربا ويالا حسن شيخ محمود هذو شروط كحري مملكة بطلنا شروط كحري وايد هين حل ما ندينا طبعاً تضوضع نجاك حيست هذه أضرب تان إلى النقطة مملكة حسن شيخنا وحورا طبعاً تضوضع حل بان حل بان إنه الكه هي أفكار كجرع سعيد عبد الله الدني هو عد كهله مركز سائس كو قبانسة ما دام هو إن مملكة هذه يكون كحري حل بان كتجان حسن شيخنا وربا إن ما كان بطلنا يكسو جني عد كأسرع أيسين وروشي وحاميهم أرت إس قاتم إن مملكة شو إن أيقونا أديس أدي بلن عيرسو إن أرت هو مركز سوي بعيرس مكت إن شقكم ملا مركز إس وحبي هذا ملا لكن أنت برلمانك بلن كش شقينا يان حروان إن محل حسب من الغلا شقيو إس قاتم يجردد ويفرزن دونا أرين داسنا أيقو وحوين وما أركان وأرش شروط فضي واركان ما دام أقنصي هلا يان إن دولت يكتر جران إن قفك مشرح وطن مش ولا جاره لا جاره تاس أيوة يقولين لكن هدي بقولنا إذا هذا وح نقول اللي يه مجرته مركز سحنا قنسا إن بليه كلا مركز ديجان كوح كلاها إن لقصار صابتو واحدة مركز في رز دولت فرق سوماليا دتك إن سوماليا نكسر جذو حلكو سعادة وقتان هذانا إن سوماليا يدولت اسمارك كران بقولنا سدوا كلا دولت يبقولنا اسمارك كران هذانا ما مولد حلكي حلكي سدوا سو وقتان وهذا إنك تلاقي عدم دلوقت وانير بقولنا إن محل لو سيرك أرمي دود وانير بقولنا حلكو عادة وقتان هذانا إن محل هذا إن ودولت يأي واسكون عسين مركز وحبكم ما جبنا هدي إسس قاتمو المدحينا كتاجرتو فكرك أه إن سعيدنا اللي بدلو هروسنا لا تاجروا أيوة مركز تاجر ما من مذهب بنان أهلان أنت إيربين وياه وأنا أساسا وأنا ور معقولة لو نعنى أفسد دوران ونوضفي على نمر دونته قلها جرددة إس إس سي فردي وحلو جدي أنت ونسكتين مقال الله سعند مقتشي أنسى أدنى سفرك أنسى أبحن وأين والله شرو قلها وسيرة مركز وما عابي يقولها حل بنا ذا أي قضايا شيء جرددة وأين والله شرو أنت يقابك أي دولة فترة لك أي ku hortagay lahayn marka maxay isku sheegayaan amal aan waxa la rawaaday in horta wax markii la aadayo in talay toofaq lagu aada fiican garaadada markay 5 garaad ay tagi jireen muqdisho waa islooga waxa ay ka soo hadlayeen wixii dawladda horriga waa islooga haddana waxa la raacay qadir firdhiye iyo beelaha kale ee maxalli reer degan in ICC qaatum inay ka qayb qaataan fikir la isku ogyahay oo saleema ay maamul goboleedkeeda iyo maxalli ICC qaatum maamul goboleedkeeda iyo dawladda federaal Soomaaliya waxa la isku fahmi karo in la isku sheego أنا أعتقد فردين وح في عنه إز سقاط مدروي إنه خذ الروا. وح لسه كمان خذ بلودي وخذ بضع بقرن الله. بضع سكرر الله. إن دولة الناس كل معامل دولة أنا أقول سقاط كسوق هذا كرسولاب
حتى وحنا ليه مركو قطعوا إن هالكاس مقدشوا حلقة إنه هذا مرنكا وعسومات دولة مرنكا أو فيديسو لقنا حد لقاب كي السقاط ما مركز فرجلها دجال هذا السيد اللي وجه لها أو مركز دجال أسس علن وحياة بدن اللي شجع تقدر فريق إنه سمين دور إن أسس إنه هو مركز دي وضد في عنا ده هاد قصعته موسى إيوه هي دا دي بي وول دي بي وول إن هيئته وحيكون شيء إن شاء الله تنسنا وقدراسة إن هيئته قاعد كويسه إن مصيبة هنا إن مركزي دخلها السيد اللوكل قابسنا ولوكل شيء إن سومالا المركز أيضا كوكن عسنا وهذا دي بي وول لوصلنا كبدا نيجوكتو إن دكدة بربراي ما ملصو لا بعرفنا لسكو قلافي هرت ده يعترك دكدة سيف علامة ده يعتر وبندوين كي بريجي ده يعترين ودي بي وجه جبان ده يعتر خالد أي سمين وحلين كم قن عسنا مدة لبعض إن دي بي وول أيضا لو ركتي العقد عن شر قاضته أو حتى إجنا عصدي رئيس مال قيب كمدة جبوتي أورجين كده مركز قال له كردي مركز علس بين صار وحلو كري خدمة اللي قاعد الحكمة اللي قاعد له كردي قيب كمدة إجنا عصدي جبوتي هادو حكرا سودا جان مركز مصبي حارنته وكحنا قي وحكله جرتوا إن محل هذا ما مر كده كده إن دي بيقول إذا عندك كويس دول سمالا لوديدي إن أيقو ما مولان سمالا نحيرتي إن أيد كده أيده ما مشوا برسيدك كلو شيء أنا إسكب حسوا هو شيء أنا أيقو وطن لما كان نحيره عند كده إن أيقو ما مولان سمالا برسيدك كلاسيو لكن مامرك جود لو مدح بناء صح مركز سومال لو ميدك عروت وحوي سومرك هو هالشيء سبنده يعني لبعض كيم مامول له هالشيء سو دعاية كيم مامول له اللي جمع هذا الدين سومال عايز أسكو أركيسين واحد مامول إيش ها هذا واحد برسنت جيهم مركز تعسوا حكي أنت علاس يسق بقبسي إن أنت إن مامور دكتة بربرا ولا سكو قبسي تيجي كلا اسمها دستي إن ديب وول ومركز بربر وكذا شيء إن حال هذا أيضا مرة ولا ضيعتر بريجيد يوحي ملا ولا مرة يرمى بربرا ديب وول دقالك قال ماشي أنت سو مليون أو دولار بالورد سل عقد ياسين مركز سؤال المسك علين قرط وحي دسن هذا هو بربرا اللي هذا بريجيد يوحي بس واحد في عم بمهن مركز وحي بربرا مركز العالم سو مال هذا يوحي لقيا شيء بس جهنا وحي علين قرط وحين ما دقت عشورتك أي قيب ee ka celin doonta laakiin horta inuu madax banaanada rawaan maamulka berbera aan la soo fargelin asal markaan ay ka leexdan nimanka waxa la yiraahdaa NDB wall banaanka ay ka noqon taas ku qalad xunda ee nimanka Soomaali ku qanacsan okay waxaan la soconaa in uu dagaal u dhaxeeyo SSC iyo Somaliland ee ciidamo aad u farabadan iyo xub aad u tir badan wadana ay jabuuti ka imaaday baa waxa lagu sheegay inuu og maalmahan ku soo qulqulahay hadda waxa isku diyaarinayaan in ay weerar ku soo qaadaan say gacantooda mar kale ay u soo gelinayd ee magaalada Lascaanood awi ciidamada goorma waa un la sheegay goorma weerar qaadayaan horta ciidamadan weerarkay qaadi lahayn dhaqaale ka hore Soomaalilandna dhaqaale yari ayaa hayso madaxweynuhu ka xanuunsan jabuuti u jiraa marka weerar in la qaado ma sahlan sababtoo ah budgetki dhaqaale baxay lama hayo ninka meesha ka baha ka hadda waa محل هذا وسير كان إن محل هذا إن محمد كاهن وآه وسير كان أرمى جودها مركا إن واحد لسكو حلاي والرسمي مجرم مصدو حنوسيه وصل مركاسي هاد اللي كان إسبتال كجرو قف ما أنت لقلت أشتاق أما هو القلك دقالك مجرم موسى حكى له هيا هرت حنوك يسوال الشجع موسى حنوك يسدي وحيا حنوك للدوان حيا الله موسى وسعادي إنه حنوسيه أو برشر وكمدي هاي وحيا وكله إن أرمى بدل مركاسي برشر كعين وجرم وكحناقي مالك دقالك إذا مدي صار صار جبان مالك موسى سقف في يو صو برشر وقعي وري ودقيلة يا هبالة أساس وايد وحياة بدنو خادل يا موسى صدنا يا الله وسنا كذب إنه مركز إن مال على سوء استعجل وعشان يتوان سنا كذب هذا إن إس قاتم قعد كبر حد وخادل لا يه حتى أنا وحاجة درنا للي هي وكل بهرسية ما مول كان صمان اللي أنا أسوته اللودي حتى أنا وحكي أبي قعد تيسا أي كبر بريسا إن داس وقص عباد قعد تيسا وكبر بريسا تذكر لو عكسين حسين إس قاتم ما مول صمان ستي بس حيوني هذا اللي قاعد يسوي مقال المغشوش waxuu sheegay dawladda federaalka Soomaaliya inay dadansi qaawan ay wado ay wado hay kadib markay konton xilbaan iyo wasiir isugu jiray oo soo dirtay magaalada Lascaanood wuxuu sheegay inay arintaas suurgal ahayn ee Soomaaliland gudeedan ee dawladda federaalka Soomaaliya soo fargelisay in talaab sharci ah in laga qaado haday aan leed federaalka haday aan leed SSC haday aan leed Puntland in Soomaaliland talaab sharci ka qaadanto gacanta ay ku dhigi doonto gobolka Sool ilaa garow iyo cada inay gacanta ku dhigi doonaan arimaas oo dhan markay uu cunta mooyay dhaqaale waa loo waayay ciidamada hubka hadda agay wixii la helay oo heystay hubal lagu soo iibiyay hubki markay ku dagaalamay waa ciidamadu kuma qanacsan qaabka xusuudan dhaqaale ku orgilayn ma heystaan marka een waa dagaalamayna ay waa socona iyo cadan tagayna garowan tagayna warka lagu dhameeyay marka halkaas ay baash ku soo biishootay wax horumar iyo wax dhaqaaq weyn oo hadda ay sameeyeen Soomaaliland ma jiraan
أديات وضمها سنت هي أن أدنى بين عائلة كونفر محاوجود بيه مقالة مضش هو بيال بعساك الوقرة عي وحكله جرتي هو قال الله إذا مدى الدولة ده أي ودين ما لبيه وجود بيسي هذا نوع حد مودا إن ويا رجابس وكوي ماضي أول هو قال كم محاوجود بيه هو قال الله ما لبيه الصدى في حجابس وكان وح هذه إذا مدى من الترجع مركز جرجر يكو قالوا الله فصحي لو أتمبرنا مركز نحلل لسي كده من أقدر سدان سدح مال مدى أراد يعطسن ده هناك عطسن حكي هذين حافظوا هذين كرود الله دري أي فرنسي فرنت مرك يا كجرا إذا مكلا كجرا ملتريا مرك أرما صارونا مرك أسكون مقنعين فسحين هذا صار مستي فالقول كن دب أيوب لا ودونا حاجة دقيقة أنت مرك اللي راده هو بياش لو كراعي إن مجال المقدسة ساكة إن وحكي جوابي عيد من الدولة أيوة مرك أسجاري لقى صوت توري إن هو بياش أو يا الدولة كمحل هذا كحدة هنا ده وقول كصمايان إسلام مرك أنا كوسا قبتن دولة كعريش بيها سوى مرك أسي إن دورنن أيوة ذاتي مع الهوبية مع الجاري كعنت لو صاري فهو مجال الدقيق هو مجال الدقيق إن قصورك إشي إن حلنا أرد لوكتي سكوب حسدي لكن رجع خلص وقبتي مع الجاري إن الهاي نكاس اللي بعد قبل وجر مركا أرمي قدام بيه مقال إتوبيا وحيتري مرتقاد ما فلنينا بضع عس أمان كذا لوجه الله يو أدي السبب أنا عزو أنت بدهن تي بضع إننا بضع حساب وعزو من تد بضله وأما أرمي بضع وجه الله متى يدد وينو س س سويدينا يا مساك يا دتك سويدينا يان دونك وس لا يا بني تاسا هذا ربك إتوبيا تري بضع عزبان عزو بينا كوا أقبض هذين إتوبيا من دونين oo badoodan ay diris lahayn waligeedna ay iman doonin ayaa caasimadii soo doontay malaygi waako oo aan cuntada firiga soo doontay iyo logistics firiga saxanayaan laakiin ku ay qusaysay Ethiopia ogaayeen ayaga wax ka dhaxeeyo ama ayaga ay u soo cid ay u socoto ma inay imanin kuwi kala yimid oo saxbayeen haya kamid wadamada amarka tamada waxa kamid ah dalalka maarta inta badan amaanka u xilsaaran ayaa ayaa ku xilsaaran diiday inay yimaadaan kuwa diiday inay yimaadaan Eritrea kamid ah Djibouti kamid ah een dalalkaas oo way diideen inay yimaadaan tii way ogeyeen meesha loo socdo badda casa loo socbatay inay kuwada yihiin kuwaana de waxay dhayn waa shimbirayo geese Ethiopia meesha ka geysan ka galeena bal waxay Ethiopia ay doonayso xasuu hoggaamiso laakiin kuwa aan badan ba aan shaqo ku lahayn badda casa Ethiopia ay rabtana ay ogeyeen inay tooda ahayn ayaa u socbatay Ethiopia lacag ka wacna way u hanbaliyeen waxay dhayn Ethiopia ay waan ku soo weynay horta markii hore badda casna waan ku soo weynayna amaankana qayb qaatan waan ku soo weynayna laakiin wada kasto oo marayso annagu ku saabeen annagu joogayaal magana Ethiopia markii ay islaasi ka kacay oo ay ma sha Allah dadkii Ethiopia badii oo nala ogalaade yaa ku ogala badda leeyahay ee u socoto badda Ethiopia u socoto waa Eritrea badda Ethiopia u socoto waa Eritrea laakiin Eritrea ma tahay tubad laga qaadanayo dadku ta isweydiinayaan ayaa taasa nimankan oramada xilka la wareegay Ethiopia waligeed way soo jirtay maalinkii uu malas qabsad ila maalinka maanta Ethiopia hal iska daa dhirirane badami gaad weeydi oo nimankii tigreega ka awood badnaa Abiy Ahmed ee ogeyd waxa ciidan meeshaas galiyeen waa kii la fuuqsaday dagaalkaasi aanu intaan xusuusta waxa ku dhimatay 10 kun oo wiil oo Soomaali ah ayaa dagaalkaas ku dhimatay oo badami lagu guray oo ku ayuu dhacdhacaya ee ma artay xabadu ay iska leeyneys waa kii Itoobiyaanka kala cararka tigreega fiigood waxa ka dooday wax meesha ka dhacay maanta inuu wiil orama oo shalay yimid oo dagaal ku indha dilacsaday inuu dhaho badda casba u socda anuu waxaan arkaa shimbirayo weesa iyo qariska tournament iyo siyaasad xumo iyo hoggaan xumo iyo Ethiopia oo god loo siiriday aan arkaa bad casba laga hadlay ninka rag badan ba ka hadlay Ethiopia meeshaasi oo arintaas soo dhaweeyay oo yiri anagu de aan intii hore waxba ma xirinaynay dawladaha dariska ee badda cas kale weyn xushmeyn waayeen garasho way leeyeen waayeen laakiin hadda san ku tagayna si sharci ah ku tagayna si diblomaasiyad way soo dhamaateen wax diblomaasiyad ka shaqeynaya oo Ethiopia badcas u horseeday ma jireen laakiin wax lagu tagay waa qori qori baa lagu tagay haa qori lagu tagay gobolka Amhara soo xaliyeen oo leh aan wax kale ma dhahay gobolka Amhara soo xaliyeen tii awood soo malaha markay Ethiopia inay amhaaradina la dagaalanto Eritreaankiina ay badda ka qabsato ay meesha la yiraahdo casab ay malayga ka soo dabato waxba kama jira waxas waa riyo riyo waa waxas Abiy Ahmed wuxuu ku riyooday asagoo malay cunayay oo badda dhexda fadhiya yuqur riyood ma fahday kuwa hareeriska ka taaganna waxba uma hayaana fil hees bay u tumaya way heesiyaan aba keep going way nawad meesha aad ka geysan ka galeena siisa ninku hadduu la taliyaal fiican leh ruux macquul ma dalkeen dhexdiisa ay xabad ka socotaa way ka dhacaysa Ethiopia sanadkii lixaad ba dhameysanaysa xabad un ba socota ee niyo hal kala la imow Ethiopia intaad nabadayso oo ciidan awoodi wax walba diblomaasiyad u dirso waan weyn Abiy Ahmed maalinkii la doortay Eritrea u soo dhaweeyay si diblomaasiyad si moolahan leh afweerka wuxuu siiri wiil orama oo xiiso u qabin
dulka tigreega ya dulka axmaarada iyo xuduudaha adeetoob ee la wadaagto aan rabin ayaa yimid ka faa'iideeyso oo asagu gacanta ku soo galiyay waaki dulki tigreega u sii xeel isku haystay waaki qaata asay tiibel waxa meesha dagaalkaas ka bilowday illa ninkani jacayl ma u weeratay jacayl baddu socday badtaas u socday waa sidoo meeshaas waa siyaasa fogaarka waxa weeyaan u dhaxgal laha waxa weeyaan ninka adag iyo ninka maxuu dhig jiray dabal la qoon qoray wala su kala daadiya wakaas usu kala daadi wara siyaasa fogaarkuna baba ku kasi daranba waa masiibo kale waa masiibo kale siyaasa fogaarka maxuu socday in ay sidoo kale soo tagaan lacagta Itoobiya ay dhacaan Itoobiya isku diraan qoomi qoomid loo kala waxay ha abiina meeshaas u fikiray ninkan meesha laakiin waxaad mudan labada haddii man kala barbar dhigo siyaasa fowarki iyo abi ahmed inuu siyaasi guuleystay mudan sababtoo ah siyaasi waxa uu guuleystay ku sheegay siyaasi wuxuu ku guuleystay inuu tigray iyo isku dhufto abi ahmed oo dhana kula safar xabad rid oo go'aan qaado geesinimo qaado asagoon ogeyn inuu madaxtooyada ku xamilnimla oo tigray go'doomiyeen oo qarka u saaray in TPLF soo dhiibo ayuu siyaasa luuqa kala soo hadlay oo ku yiri xabad rid ana soo afjarayeen siyaasi wuu isku dhuftay siyaasa ma soo afjaray tigray muuna soo afjarin dagaalkii ma sii waday 1 milyan oo Itoobiyaana dhibatay 5 milyan oo Itoobiyaana barakacday kumanaan kun oo ciidan ah dhaawacantay Itoobiya hortaas uu kaga faa'iiday dhaqaalihii Itoobiya burburay wuxuu kale ku guuleystay ciidamada Eritrea taa way soo socotaa suuq ciidamada Eritrea oo xuduudda Itoobiya soo dhaafijin oo baarma inta kashan dhulka lagu dagaalamay inta kashan intaas oo kilometer xagga ka ah ya waxay u suurta gashay inay gudaha Itoobiya soo galaan gobolada dalka Itoobiya ayay maamulaan 30,000 ayagu wali ka badan ayagu 30,000 ka badan ay taangood iyo diyaaradooda ka caayaan oo Eritrea iyo Itoobiya ay ciidan u dhaxay jireen oo Itoobiya intay hadda maanta daxbad bilaabato Eritrea way iska soo gali socodkay socod aad sabay toos u aadi wixii horistaa ugu iskeeriya taana waa ku guuleystay asyaas barka ku guuleysto kale tahay inay sirdoonki Itoobiya dhaxgalaan way aad sabay ay degaan oo qoomiyadihii iyo maartay abaagadayaashii ay la wada kala sheekaystaan oo ilaahay anagu reebal axmaaran hadda yaa kici Eritrea ka xisay anagaana geer taagan ba dhayn xariiq ciidamada hayna walqayd dhulka aan raay iyo humeyra iyo dhulka aan gacanta ku hayno ayaa ciidamada ku tababaray anaga saraakiishana tababari halkaas iyo joogan oday dhaqameedkii axmaarada iyo siyaasiinta iyo taliyaasha ciidanka faano iyo kuwii liyo booliskoodaba halkaas ay saldhig ku leeyeen goob ay madaxdiinu joogto oo amarka aad ka qaadataan waa inay sameeynaan taana ku guuleystay wuxuu kale ku guuleystay inay lacagta Itoobiya ay koorkeedii ay Eritrea hesho oo ay lacag sameeyso ay Eritrea leedahay xariiqaha ciidanka Eritrea ee ku soo gudaha Itoobiya waxay sameeyaan dollarka iyo lacagtii waxay sameeyaan Itoobiya ayay sameeyaan waa kuwan ogeynay Suudaan kasoo sarifteen bilyamiska lacagta Itoobiya daabulan ay kasoo sarifteen waa kuwii taana ku guuleystay intaas ba Eritrea ku guuleysatay maanta Eritrea walbahaar kama qabto haddii Itoobiya xabad ku rido in Itoobiya dhulka laga jaray adii maalinka uu hadda Eritrea isku taabtay abi hadda xaraaq ka tanbadii ma aha bad cas oo rabi iyo awoodu Eritrea kula dagaalay inuu lahayn wuu ogyahay ciidamada milishiyadka faan iyo tigray la dagaalam waay ee xabada hore waay 19,000 soo dhiibay ma militariga Eritrea oo carbisan oo dawladaha loo yaqaan kuuriyada Afrika yaa la dagaalamay waxba kama jir wax waa xanaaq arag ka tanbadis haye arag ka tanbadis waa asiyaasow heshiis baan kula galay dhul tigray baan ku siiyay adaa dabka isku kaana dhiibay adaa wali la sii shidayay adaa nabadna la ribin waay waxaan waa dhagahadal asiyaasa Afrika uu qasleeyay inuu qaxweeyay ninkan hadalku ku hadaaqaya inuu waxba ka jirin wogyahay tabar inuu sirdoonkiisa ogba sirdoonka asiyaasa Afrika ayaa waxa joogan Addisawa awooda Itoobiya ogin xariyaha ciidanka Itoobiya ay galaan hubka kaydka iyo waxa Itoobiya haysta ama way tirkoobin Eritrea way tirkoobtay way record gareys mid kale ciidamadan ee ku jira ee kuwan kuma kala kayaaga inta badan way dhex galaan oo gacanta ku hayaan iyaga mushaarad badan siiyaba dhaxay mushaar siinaya ciidamada Itoobiya ila gaashaniga joogaan sirdoonka Eritrea waxay ba siyaasa afwaarka markuu sirdoonkiisa wareysto aba iska saaxay dhayn nimankan oramada baasha ku baahday baajiga ka baahday dawladnimada iyo baahiba dawladnimada iyo ka baahday marka meel ay ka qabtaan magaran waxa xagasho waxani waxaan xagasho ma tahay tay soo oromo soo duusho asmarana qabsan mayso bada casna iman mayso waxa ku filan 10 kun ee Eritreaanka iyo 30 kun ee gudaha Itoobiya jooga yeyban soo dhaafin ama maleeshiyada rubeenaba kala caydin ee abu waxaan waa shimbiray oo heese qaw waxa socota meesh iska dhageysadeen marka Eritrea haday ogtay in awood Itoobiya jirto way qali ilaahay adduunku waxa leen arka meeshaa wixii ka dhacnaa mas'uulka manin Eritrea waa dhowl cadeen baa kaaka Eritrea waxay soo wacaysaa ninka gudaha ku jira Itoobiya ee taliyaha ciidanka ee ninka koronelka haysta ciidamadan gudaha Itoobiya ka howlgala Eritrea ayaa soo wacday Eritrea wardeenimada kisaas ee dheena maxaa jira war
مدحت ويدو فيجو قاعدين أنا ندرسه وحاسي واقو قو شركة استوى قبتها ما كقب قلا وحاسي واشم رياهم إلى هذا لكن وحبك مجرم حد يتوه بيسكت ده أي كذا بيسو هو يا أباه ما أرتكده هو يا أباه ما أرت أي كذا سكان إبراهيم الجورة لي محن كده هاي واقع حبيننا تي إبراهيم الجورة محقول لي محقول لي أفهم محقول لي خوري أبي أوش هذا الكلام ما فهمتي إنه إبراهيم الجورة ولو حان كقرة علينا أنا كقدين أنا عسمرة تمحو كقدين وكم حايستا ورمي يا لا لا تقال لي أول بعد سبع حافظة تمن حمارة دي قرن قرن رجوع مسي قرن ريا مقالو أنا كعنتو كويسة بحر دار كلي أيك مكانتها تكريبا لوجري كرنا وأنا قاعدي واحد مقالك صار عن لوجين لون كهاجي ولا هيستا إرتيري هيستا مركز الله عصبنا جيز ما من نوك يربط يا ضرورة كسر ردي عصبنا عصبنا نقول لوجين وحاسين السويدية فعلا لكن واحد واشم برايو وهذا وقيل الآن تبي وسياسة أورامدة بهذي وسياسة أورامدة قرسك تركا وأورامان أو حبيب فانسني وين وكس وان قرني هذا الصورة ده عن وشيدو حالة ديجان كأم حاردة محام ما أنت وجود بين ما أنت دقيقة أم بقى يصير وربين تطلع مامي ليه ورت وكان وركي نور أكون بهني إن أفرج تيار ديار أفرج تمان ديار ضاد وحمول يهوب عرسنا يعني إذا ما أدو ترى بدن قلنا رجع دجي إذا ما داس أمر وحيوتين أها إن أفر يلا ما تنسى أي قصة أفجران فانو كدي من لود ديار جروب تقال إريتريا لا لقى ليه أيه وسي في الشال وزارة الجاشان تقول وش عيي أدنى مودي ذلك إثيوبيا إنه إذا ما تبغى أنك رسمي على وريجين، مع دائما أفهين دولتين ومدحتوا إذا ونوربين تلعلن، نك لحظة وربين وتليها جودة من تريج توبيا، ونك برهان الجولة، أورامكا، هي جروب أرامي أحمر أو أيوة ده أدرب أن تبايا، قلنا قادو وحماش مهيان، ويجي توبي إنه نمانت واحد هيسون الجرينة، لكن إذا أمر بعضه نك 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 دكتاتر كا هي مدحتوا إذا فديا. وأني yes 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 لا أبو واحد أبي أحمد بيقول له واحد ولا أبو ننبي كره وواحد ومجلس نوكل جيم مجنون أبو واحد برهان الجولة ماشي وأكيد كذا واقعي أفرت من كذا ديار ضد يهوب كذا يعيدن كذا يعيدن من هنا ماشي جوي يملاشيات كلا دابولا يا قبلا نلقي صوت دابولا يا وأكيد وقب تي أفرت من بري إنه كسع في جيران برهان شيء ما أنت ربي لامر ساك قبل كأحمر هذا طيق بهود السحري طيق طيق تيارات أيها الناس كل عام بتاعين وحاي تور هيا أيها الناس كل عجبا تحقق محكسة تور إذا تحقق محكسة تور إذا أيها الناس حبض كل ذي كوي كل حاجة دولانك ملاشياتك قبل كأحمر أفر جهد يورك قاعد زاك إيه مركا إذا ماذا كوجرة حدي أنترنا إذا ماذا ليو بولس كأورمبيا أو طبعاً كم كبدان طبعاً كم كبدان ويجوجرة ملاشيات كأورمبيا عادي كهاي ملاشية بلحلي كهاي ويجوجرة أنا يجونا إذا ما دي مكلا كيّا جا كوجرة نبان كي إسمش الفرس قالوا رج جري مدح تويد إلى رج جري جمهور جا يجنا ولا صدّن كنا وكوجرة تري عادي يا بكوجرة ها مركا ماشة إنت إذا بكدة على ما بسمح معه نبان كي تمادل لسه أفشار لا إذا كماشة كدة على ما يدول دي توب يهول جريزي أحمر على دجال ما يترى عن مكلا شو أفرتهم كنوا إسكري جاريا أفرتهم كنوا إسكري وديارة ضغط النوع ولا كده أفرتهم كنوا إسكري ودريم كرتها قبل لقاه والجري يكو الله دجال ما يترضى أيونه، فأنا ما ترى يروجوه هذا، فأنا أدو ترى بنتها. ذكر قارب لكن إذا ماذا دولته يكون أبو شمس يلا بقولكم بالتل تلمام يابا. ورميد إذا ماذا مركي إذا ماذا ويا بابين، إذا ماذا هرويته إذا ماذا حتى لو الجلية شيءنا تنتفع وس لو الجلية. تنتفع وس تيارة إذا ماذا ودا بلان كذا لنا. إذا ماذا يهرو تمنتمكم بيسودي بين، وأكيد تليه برجع يتوبية وشيء واحد بقول ويسودي بين. سراكيشن وين بحثتها؟ وفانا بحال مرة وحيس أوبر نكتب تمام كنا عسكري ومع عبزة وانت تركي كبح زي أي تهريب تري حدود السودان كتلابس بدك جلعة تري سكعتها يمشي يتوبي وحي على مجرى كوا مالك استقولي هذا كذا نية أي كبدن لكن عيدا كمان تلا دابولاي يا عفرت كنا عسكري كبدن الديارة هالوجرية الديارة هالوجرية كيد كا واقف ده قالك جلية مركا أي فانا ويسلام عيدا ما دي عيدا بمع هقول كنا يبا ده قالك مركي الله جرى وحي له عمر اللي فيه عيدن كده ولد وتحكوا تلعبوا رجلين. واضح. مجال هذا وانت هسه مال بحلا برجع قارن ربع شكل عيسى. برجع قارن أنا ما دعامي أنا مرق مدمية. إيه. قارن أرطول خلا ما قو أمية. إيه. عيدن كده ولد يتوه مهوريان. مهوريان. إيه. واسيد وطليه هرش شجع. عيدن مركي حبضه باللعبته. كعمه ولد تكتن. فأنا يسولي بن. إيه. طليه هذا نسوي بحصد ويمان ده. إيه. مركي دولة ده بحش عن كده بانو ولي. عيدن كده بانن. إيه. ولا جين وته ولا جين وبحي ولا جين وبحصد.
ciidanka dawladda oo saasay dawladda Ethiopia beesha la geeyay wuu baxsaday furinta la geeyay wuu baxsaday xagga la geeyay wuu baxsaday shaalaqiin marka wuu baxsaday socota marka damacad arki doontaa food ciro la geeyay leeyuu baxsaday marka wax la geeyay waa food ciri jigjiga loo tagay waa la soo daabuli doonaa maar looga qor waa la soo daabuli doonaa way baxsay bal maqal doonaa laakiin Soomaalida xamaarada soo dhibeyso xamaarada waa cad way leen tigreega dhaabay markii waa doon tigreega la geeyay saraakiil waa baxsatay la sheegay oo tigreega soo dhibey laakiin mayna lahayn Soomaalida min leenin tigreegu wixii is soo dhibey xataa oramada mayna leenin laakiin waxay leenin xamaarada laakiin maanta duu in Soomaali xamaarada dagaal la galo waxaad ma waydilayaan xamaarada sidoo ma naxariistaan Soomaali adduunka baa ugu naxbiin bay tigreega ayaa ka jecel Soomaalida oo ka xiga nimanka waa jabarti nimanka tigreega jabarti waa waxa nagu sareeyay ma way nagu sireen oo deemayna nooga faa'iideynin waa orma waa kushitag beena kushitag beena nooga faa'is inuu way nagu laysay dhulka ay qaadatay oo kushitag meela kushitag beena oo waxaan ka jirin waa kushitag beena noo shidayaan marka nimanka ay jabarti beena noo shideen oo ayay ma nooga faa'iid laakiin marka dagaalkii ahayd nimanka Soomaalida qabteen xabad meena ku dhufan dhaqtar baa wala socday oo ninka dhaqtarka ah waa maalgud abaalmarinta ay siinayeen gaarsa ninkii heerka ha ninkii heerka abaalmarin bay siiyeen bilyan mis lacag ay siiyeen oo hanti ma guurtaan way siiyeen waxay dhahaan waa ninkii kaliya saraakiisha markii xabad ku dhacdo dhaqtarka kaliya specialka la helay waa ee daweynay ee hadana dhaqtarka farsamada yaqaanka ninkaas waxba ma tiray u qabtay kolay tiray uguba Allah gurideen waa gartay kaar bay qabeen waxayna gaarsiyeen ma nawligana iloobeynin ma fahantay laakiin xamaarada Soomaalidu haday seelaan way isku ilka beelayaan Soomaali xamaar isu dhiibimays way dagaalamay laakiin Abiy Ahmed wuxuu leeyahay maalin dhow jigjiga waa lagu soo maqan yahay cag jaraada markuu yimid wixii barnaamijyada lagu soo shubay waxaa ka mid ah inuu keeno 10,000 oo maleeshiyaada oo dagaalka la geeyay xataa badda cas baa la geynayaa labad cas baa inala sheegay mugti waxa lagu leeyahay maxaa la badda cas meesha waxaa la jeexayaa kanaal waxaa la jeexi rabaa adsaba ilaa asmar isku xira badda casna loo baahan yahay ku dagaalamo Soomaaliya wax ka qabtaa loo baahan yahay marka barnaamijyo curus baa halkaas ka socda marka gobolkii Amaarada lama galay maqalti lama galay meesha waa lama galay saaka qiiqa iyo baaruuda iyo maarta ololka iyo diyaaradda guuxa ka dheereynaysa iyo gantaalka iyo madfaca dhacaya mooyeen deegaanka Amaarada wax kaga ma jiro deegaanka Amaarada gabal waxa uu dhacay maalinba gabal wuxuu dhacay gabal kheyraad yaa u dhacay ilaa qoomiyadda Amaaradu ama guul ama geeri akhra maqaljid labadaasi ku jiraan horta waa suugaan aad sabab cid ka qoracad labadoodu isku balaqaa xamaarana waxay tiri balantana waa sabab iyo oromo oo la waayo oromo oo la waayo abina wuxuu yiri waa la iheshiyay abasiiniya iheshiisay waxaad maal maqal jiray aabo ninka yiri cilmiga weyn ugu siidaa maqal jiray aabo xamaariga celiyo eritiri ugu siidaa wasaad eritiri ugu siidaa ninka lagu magacaabo Shido waad mahadsantahay daawadayaal barnaamijkeenii dhexda ayaynu kaga jiraa waxaynu soo socdo qodobba xasaas ah oo ku saabsan dalka Soomaaliya maamulka Soomaaliland RCC iyo waliba Axmed Mudab oo la tilmaamayo madaxweynihii bedeli lahaa in lagu qanciyo asaguna ka tanaasuli doono doorashadan soo socota inuu soo sharaxo arrirahaade madaxtinimada maamulka Jubaland waa xog dhameystiran oo rasmi ah waan idin hayna wanda kaga bogan doontaa barnaamijka sir shaar garaya meel fogna gaarsiyaad iyo aad baad u maasantihiin waxaan u soo dhaadhacaynaa dhanka dowlad deegaanka Soomaalida ninka lagu magacaabo Shido dowlad deegaanka Soomaalida baryahanba waa tan halka ka tibinaynay masaajida in la isku haystay wadaada hore iyo wadaada dambe wadaada qurbaha ka yimid haa yaa la fuciyo meesha dagaalka yaa ku haray niyow maxaad moodaa inay meesha cadaalad darrada aad u balaadhan ka socoto ko waxaad moodaa wadaadadiisii joogay deegaanka in loo heshiiyey ko yaa heshiiyey oo ma maqlay jirtay intii aan ka maqnaa yaa kuma weelin jiray haa naftii ku tubi jiray niman heesaya yimid oo dhaay intii aan ka maqnaa deegaanka yaa kuma weelin jiray in qurbaha ku maqnaa niman socda ayaa yimid ko sida wad ogsoonay message cilmi dheer ee magaalada Qabridaar waa iyadu ugu dambeysay khilaaf adag baa jiray ko oo dhanka diinta message maamulkiisa qoladii si joogto ah message waan dubineyna dhaqaalaan helay dad mutadawiciin lacag la baxay dad qurba jooga iyo dad deegaanka si jooga ayaa dhaqaal la baxay message in la dhiso oo la balaariyo oo bulshada looga faa'iido maadaama uu yaraaday dadkina uu qaadi laayay population magaaladuna ay dadkina ay aad u bateen message in aan casriyeyno cusboonaysiino ayaan rabnaa hoosiisa wax waa guri Ilaahay waa guri Ilaahay guri Ilaahayna lama kala leh guri Ilaahay waa in Ilaahay lagu caabudo dadka muslimiinta dhana uu ka dhaxeeya inkastoo maamul iyo kala dambeyn ee wax walba diin islaamka tirka islaamka ugu dhisan yahay in meesha ay fowdo ayna noqonin wadaadadaas waxay go'aansadeen masaajidka inay cusboonaysiiyaan dhaqaalana ay heleen markay helaan niman baa ka cusboodayba niman
دولد دولد سعود أفتاد دولد لقلي دولد دبض لقلي أيه سوق قلي وأكيدين مساجك أروت لجوا بريستي أيه هذا عيدا وكهر رزينه ولا يمساجك هذي لما تبين كرام واحد مساجي ولا دبنا يه مجدته وأكيد قصة ما هذين هو برا سابق قبل كوسوق قري مساجك هو تاريخ ماشي هو حاول تاريخهم بيجري تليان قارسين مساجك يكاني سدا يسبتالك صدحاس ايو غو تاريخ ويناد بيري ان كاسو اسبتال كو خبدان لا بدلاي او دور جير دايعتر يا دسمه لو سمي او اسبتال لا سي ويناي حدانا waxay leen kanisadii iyo masajidki iyo isbitaalka italiano ka tagay marka masajidka dil la dumiyo ma ninku dooday arta masajidka dil oo masajidku ma meesh ka guuray masajidka dil la dumiyo la cusbo raji waa masajidki uu la socdo dhagaxna dil kale bedelo meesh waa masajidki uu masajidku masajid isma bedelo قولنا اسمه ده فتيل اسمه بدلن ومساجد كأوفع وينان واه إن مساجد الأسبوعية اللي قرحي محاكو جبان واحد كود جبان مره لكن واحد واسع عزب قرشة كلا كده مية كلا مساجد كده دلو دميو وواحد لقى بدلو تعرفها بابايس لكن ده برنامج كده كود جبان هي وهذا ويسوع فجرا بس هو يسوع ده سبوس أو مقصص على مركب ورا برنامج كده ستة سكوب اللوذي ومساجد كده حلا جبان بدلن لقى حورة تليانة مش تجنن taasi waxba kama jirin qorshe kala soo socday markuu meesha soo galay nimooda doon kala yimid habeenkii markii imaamki iyo community ga la xiray masajidka waxa xabtay loo dhaadhiciyay magaalada jigjiga shalay shir ba ka dhacay nimooda ay sheeganaya iyo culimo iyo siyaasiin oo abdi roogaminayo oo dhahay waxaanahay dadkii oo gobolka qoraxay wax ka gobolka aan dhayn magaalada qabridaar oo go'aankeedu ka go'ayay iyo maartaa isku haysiga masajidka wax laga weydiinay ayaanahay warmurteeda ka soo saareen warmurteeda ka saareen horta waxay sheegeen in masajidka la dumin karin masajidka total la dumin karin oo masajidka uu yahay masajid ka dhacay dadka gobolka qoraxay iyo gaar ahaan dadka magaalada degan oo ku cibaadeysta uu ka dhaxeeyo cidina aan gaar u yeelan karin sidoo kale wadaadkii waxay ku dhaleeceen xarta badan haystay in uu meeshan asagoo qudhigiisa uu soo galay maalmaha ka mid inuu soo galay asna inuu taliyaan la soconin taliyaanina meesha inuu dhiiban asagoo socdo yimidoon kitaab hadda waxba aqoon ma dheer soo galay wadaadadii markaa joogay waqtiga taliyaanka ka hor joogay yaa wax baray dheen xirtiibu ka mid aha dadkii waqtiga joogay yaa og maday inuu wax ku akhriyo dadkii wax ku akhriyay asna wuxuu ka mid yahay dadkaas uu bixi dhan waad wadaadka message ka haysta uu bixi rag baa meesha waxay soo istaageen sanadkan gudihiisa 17 wiil baa ku dhimantay oo daacuun ku dilay duqu dhaqtar ma aho caafimaadkan khatar bugu yahay dadka uu meesha ku hayana dad caafimaad haysta ma total waa meesha laga saaro waa in xirta iyo maartahay wadaadka iyo iska tagaan masaajidkan hadii la dayactirina cid kasta oo dayactireysa oo dhaqaale iyo sadaqo ku bixinaysa waa la soo dhaweynaya waxaana looga dameynayaa maamulka dowladeenka Soomaalida iyo maayarka gobolka qoraxay wadaadadu waxay markaa u eegtahay si fiican baa looga farbixiyay si fiican baa looga farbixiyay waxa la yiraahdaa xirtan nin walba gurigooda haado nin walba gurigooda haado hadii kale maamulka iyo maareeytay masuulaha dawladda Soomaalida go'aanka ku qaada hoggaansamaan dadka masuulaha ku tukanay kamid noqdaan wadaadkan meel kale wax ku akhriyo waa qart meesha doono xirta salaado yaa la soo saaray asalkan lama bakala xigaba لما بكل حجابة تدك يمسو على إنك يقولك مثلاً يا وح كآخر واقرت مسو عليها جدية إنك يسوي مجا عوان يا بعض مركب وعوا أبو غيرك يا وين إنك العقل بوين إيه مايا وذات كان هرتا إيه بيرد بنك هو قدر يهرت وذات كان مدرب با ورب عال لو جت كوبي حي وذات كو حل هذا الشيخ ما هد بالي لها وين قلت وأنك هايستا xirt ugu faraha badan 500 baa lagu sheegay ha yu haysta 500 xiru waa askar dhale waa nin wax weeyaan caalim awayorto insha Allah haye waa nin diinta aad u yaqaan way haye nin kamerada iyo dadka arkayda iyo waxa la arkay ma halayir ma yaa arkaya waxa nin ay ka tahayna ma aha haye waa nin wax weeyaan xirtiisa xayaaya xir kala sii dhasho wax si akhriya xirtiisa wax si akhriya xirta dhaleen iyo wax si akhriya haye ninka marka istaraatiijiyad bulay maadaama uu nin ehrsoon wal jamaa uu yahay istaraatiijiyad bulay haye istaraatiijiyad bulay waxa weeye xataa 500 meesha isugu timid sida warbixinta laga siiyay warbixinta dad aan kala xidhinay qabidaha roodayaala oo aan la xidhinay ba arinta noo sheegay haye waxay dhahayn dad far badan ba maca Soomaaliya looga yimaada haye waxa weeyaan muddo hal sano waxaad ku baranaysaa carabiyaad ku baranaysaa waa jaamacad ahaan meesho meesho waa jaamacad xaliida maalinki waxa lagu leeyahay dad kontan
قف كبدن ايا شقيل لو عمل كاريه وا كو سوق ايش هو مقال لو شدر سوق مقال وا جامعات بدي تاسح ولا قلاب اللي مالك وا وا جامعات بمشو هي هل سن عربيه ود كبرانيسا وان غرت لبا سنه وخ غدهودن الا اي وخ لو دمهين مخان كو دا وخ لا يي توحيد يا حديث يا نحوه يي لو دمهين هي افر سنه وخ ويهان وخا ميشا كغا بخي اديغو احكامتي الى ارشادكي يي منهاجكي مخان كو دا سنه كتفاهيا oo sawa fufaya sawa fufaya oo isku filaashay gaaris ku filan filaashay meeqo ku soo wadaaba yaad meesha ka baxaysa xagga balaaqada mandiga carabiyada wixii odil batsa wada tufaysa waan gartay waa lagu imtixaanay markii ugu dambeysa ay dhabarkana waa laga dharbaa xisidii hor soo noo jaamacad garanaysa ma garan su'aal uu hor socdo idan baa lagu siin markaa tafsiir kara aad saddex jeer dhameysad adigu meesha aad ku dhameysad akhristo oo dadkaad waxa lafta xirta la tahay muraara jacal waan wadaa lagu tijaabiyo moqta ana wax akhriga ina wax akhriga laga saxo laga saxo markii ugu dambeysa tafsiirki wax walba laga saxo yaa lagu dhig xagga ka imaatay meelay gobolabeel balan balban ka imid shilaab aan ka imid dhoweyn baan ka imid waxaan ka imid qalaafay waxaan ka imid fiiq baan ka imid fiiq baan ka imid waxaan ka imid jigjiga waxaan ka imid meesha la yiraahdo meesha hayd baabili baan ka imid adigu shada Soomaaliyeed meel kasta ka imid meel kasta filt baan ka imid filt baan ka imid dhamarkum boodaad ka dharbaaxay orodo meesha ka imaad ka akh adoo daqarij qodiga sagay dhuxul iyo meesha ka ayaa garasnay meesha ku akhri ka akhrinaysa halkii ba tagi oo aan gartay sheekh aagina waad ku xidnaan sheekh aadan kama guaysid kama guaysid de sida waad qaybaysan in dhaasushtaan markii dambe ma jirto hay waad waad ku xidnaanaysaa hay ee xirbad meesha ka asaasaysaa waad 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 in qalaaban maqli jiraa jireebriyaan hay halkaas aad xirta ka asaasaysaa hay halkaas aad wax ka akhrinaysaa waan gal kutubta halka ka akhrinay hay dadka daacwada gaarsiini hay ee dadku de qaar ba xoolalay xoolahaad ka ururini hay masajidad meesha ka dhisi hay xirtaada xirsi dhal waka qoladan marka maadaama wadaad karo uu de istaraatiijiyad noocaas uu ku socdo nin de dariiqaysan oo qaybtaana wad garanaysaa uu yahay waxa loo arkay ninkan inuu debaalihi si fidiyo deegaankiiba maartay deegaankiiba gacanta ku hayo oo gacanta ku hayo isku fidiyay marka si loo dhawaan horta balbixdeen oo isla masaajid waa laga saaro marka wadaadka wuxuu noqon centerkiisina maadaama qabr dahr yahay ee degmooyinka iyo deegaanada ku soo sheereeyna inta badan dad asagu geeyay oo kutubti laga akhrinayo fooda way galin waayay waa in madaxtooyada la dumiyo meesha madaxtooyin fooda way galin waayay hay dadkii meelaha ka imaaday fooda way galin waayeen waxbu socow waay waxbu socow waay nin walbo la dirana waxaarimaanay ma nin walbo la diro oo meesha la geeyana waa nin isku filan oo diinta sa fiican u yaqaan way hay haduu door qolada ku xidnaado laakiin nin ma garanaysaa ay loo botoyn karo ma ah hay waa nin sa fiican wax loo baray faafiyas baa wax la baray hay marku meesha tahay qolada marka wadaadan mudareenka cusub fooda way galin waayeen marka degmooyinka oo idil day waan gartay way isku xulan yihiin de wadaadkii shacabka qoladu baran wax horo barnaamij horumaynaysan ma horumaynayeen ma jirto qoladana way ka horumaynayaan shacabku ay marka waxa la yiri masax laga dila madax madax xagee waxaan oo idil ka soo dhimaaya masaajiyan masaajid kan cilmi dheer ka soo dhimaayaan waan gartay aan marka xididada baa hee ila masaali hore loo soo qabsaday masaali loo soo qabsaday aan marka hore baa xididada hee aan u siimno hala jibaday yaad u doono hala jibaday meel aad u doono qabrida hadduu fashil hadda gaad u doono haddu geeda aas daa dego haddu ha waxa dadu xal dhiidona jibada meesha kale waxa la sheegay kale waxa la sheegay dadan qabrida kale xiliiray sheekh ay xirtis waxay leeyihiin yaacnihi lacagta iyo ganacsiga marka laga yimaado sheekh waa nin laftiisoo casr ah wey geel ila iyo 500 kor dhaafay yuuleya duq wasu sheekh leeyahay sheekh lehedi haye oo xiraha isoo ururiyeen oo sanadkiiba mar balay soo iman waan gartay nin walbo adiga markii lagu diray aad tagta magaranaysaa ee gobolka Shabeelle markaa tagto ee sanad wax ka akhriso sanadka markuu dhamaado waa inaad xoolo iyo geel iyo aad keentade wixii aad akhrinaysaa oo siyaaradii siyaaradii wax badan aad keento markaad keento halkaas geelgi iyo lo'di iyo arigi waa way dhaqaaleysan yihiin anigaa ma xoolahaas dhiba geela badan way rabaan waa ku soo wada marka waxa la yiri wadaadkan iyo xirtiisaba waa xidda loo siiyo ila Soomaali looga iimaanay waa xidda loo siiyo saajkaas waa inuu xagee loo kaashaday markaa awl hor xididdu mayna siibi karin dawladda dawladda ma waxaan dhaxdhaxaad fadlan u shawaay dawladda mustaqbalka marka dawladdi dhaxdhaxaad kama ina noqonine qolada ahlu sunna iyo maxaan ku dhahay wadaadada mudareenka dhaxdhaxaad kama ina noqonine oo meena dhin war qoladii nin oo message weyn dhista wadaadkana waxa weeyaan ee magaalada labadkooda jooga ha wadaad nin walba halkaad ka afuf wadaadkana message-kiisa ha balaarsado haye habalarsado habalarsado ee u daayamayna dhahin oo xirtiisii wixiisii kutubtiisa ku akhrido wax yar ma bad isku khilaafsan tihiin idinkuna asaguna mawlidkiisa hawshiisa ha waato wadaadku iyo magaalada uu haystaba u daaya idinkuna dadkiina kasbado masaajid weyn dhista mayna dhihine waxaa la yiri wadaadkan maadaama naga shacabiyad badan yahay xididada aan u siibo waan ciidan loo adeegsado waan ciidan loo adeegsado
عيدن كي دولة ديجان يا مصطفي يا ولالك يا وح على الوح إيش صار يا كل على إنه هوري يا وذات ككل على إنه وراء على دوقة هذا سكين هاد ما يدور رسو حقي ما هذا ها دقال وزيركي ها عندك الو حقي هاد جرا ها وها مركا وح يا أذل حالك بإسليه وانقرت وذات كمركا حدا إنه أديكسن دونه بيل بالعرب وكذا شيء إنه ليه دونه طلع أي يا طلع هاي إنه ليه عندك الو وين هواري ده حوار مش وداد كم يقانه حوار وانا مساكين انا متى دين دفاع ومرور حوارك وخبر حس مشيره خمسه وخبره وحانو بلاينا انه ما غره ليه دوره تول بيلاي وسو غلا خير بدن هو هستا اي ان او تو مساجد كا وحان جيدا مغالده قبدها دوشيده لغا سيو مركز وين مساجد وين دست عصب ومد وين تو عصبو دوور بحق وسو غوره قبدها ري انو ديه دوره لغا ما ورم ادو كل لو بكل هاردور باش لو بكل هاردور هلكا هلكا قلبو حسو كره هلكا كشيغينا هلكا سكه سوريا كشيغي دوره وركنا وورك ان شيغينا مغالده قبدها ري سو غاره وحنا نعمل سمينا ها اساس وين انت هلا صعبه بنكي شبل بنكي شبل وكا عيا باليد بشلو بركا عيا كو بمقله جرتي معلومات يا كعدي كو من درسك على المغرب جرت سكول باك عاي جامعه باك عاي جامعه باك عاي بنكي شبل لك عاي كو بنكي شبل سنه وسنه وحا اس اسي نمن وعجر كو غيه كو او سياسيين ديا دستاي كو برامجنا برامجنا وبنكري مغالين دي قربا كيمد وايده دتك ديان وحال وانا كون لو سمي سد وانجل مغرب جرت شرع با لا سمينيا روحا وينو اي دي كارد سمي مغرب جرت وحال روح ولا ديان وين بنكي لبر اكون وبرتو كغير جيرها كجيل جراها وينو بنكي سمايستو وهالكا اكون كيسا كون كبيره وصار او سوكس مالو بقولش انا قلبها دات كد انا لعقت بنكي شمال سوقين كو لعقت بنكي سوقين وعلى سوق غري ولا قري ماشي ولا دوفين واقف دات كل عوض دات كي بنكي سيس ولعقت مالك استويت مادا مالك العك هاجه اعتماد كو العقنا وي كبخدا كو دات كي لعقت لعقت الشعب كايمانيسا كان عصتدي وحب لعقت مالك سوق قليسا حدا لعقت بي سوقتا كو tan maanta la soo dhigay ruux lacag la ula baxo tan maanta dadka wada ula bax adaa maanta lacag keensan lacag baad soo dhiganaysa bil iyo intaas kun oo doorad soo dhiganaysa ama intaas kun oo bira yaa soo dhiganaysa anoo lacag ii taalay yaa iman taadi waa laysin taadi waa laysin waas daamar dib hawsho waas daamar lacag dad leeyahay lagu shaqeeyaa hada lacag dib socota maxaa dhacay markaa nimanka sidii lacag way dhameeyeen si u gurayeen u gurayeen hada toodi kale ma tahay dadka guranayaan oo dhoofinayaan la bangi waya asaaste nin kamid ah shaqaalaha bangi wuxuu sheegay lix bilood soo socdayna si shaqeynay shacabka deegaan baa qul diray ku wani walba magaca jiray inta aad kala bixi karto kullay baqtiyana si ma noqono dadna qaybna way dhacmay qaybna way faa'iideen adoo maanta lacag dhigtay dad caayta aad maanta inta san la baxaya nin lacagti baa lagu siin laakiin taad way ku noqon kan taad lagu tiisi lagu siiyayna oo dhacmaya arintaas shabeel ka socota marka dadka deegaanka khasaari ugu weynay ayrti ugu weynay abid ya dhacay waxaan ku heshiyay nimanka waxay sheegeen haddii barnaamij qaab kale loo sameeyo waxaan wadaa in la yiri barnaamijkiina lix bilood ma dhaafay xukunkin waa gartay dad dhacaysan haddii dad aabagin adaas kala amugta bangaan ku raacay oo saas ku xirmaya nimanka waxa wal ninka xukunta wuxuu bixiyay lix bilood soo socota in lagu heshiyo bangaan lacagtiina laga saaro waa soo qol fafa dadka naga dambeeya haddii aan maal gashan ayuu taala laakiin lacagtiina kala baxna ira qaleen inta faa'iido dadka aan moro dugnay markii lix bilood soo socda ma shaqeynay bank ay wad baahsatahay waxaan rabnaa inaan dul istaagno magaalada muqdisho miyaan ka horeynaa mise kenya waxaan ka horeynaa bahashi kenya ka horeynaa haye maxaa la yiraahdaa kenya niyo ninki ahmed ahmed madobe ahmed maxamed asayid alislam in badan meesh kismaa yeeshay in badan ba harraa laga taagnaa in badan ba la gardaadinay laakiin hadda waxaad moodaa inay kharaarki soo gaadhay kharaar maqal jirta kharaarki inay soo gaadhaan moodaa أحمد وقت بتجي له ولا جاري، وقت بتجي له، إياه لجوعه. أحمد دت كإن بدل مدينه ده أسي أسد يو تلاه كوما ده تلاه يهيس، ده كوما ده بعده يرنيه وانا قاعد بضلته، ويجي العصبة نو بعنا، دت كنا واحد نوع عصبة عالم كاجل، العصبة لو بعيا جبلان، أسكوا ده، جبلان شعب كذا سكانة، يلو بعني. أحمد هو بسنة ودسونا مدحلة سورة ماذا، هل سنة قالوا كدرس هذا، هل سنة دربنا أور بلود بس يعرضي، وحير بعري. niman waxa jiray siisaba kamid aha la taliyaasha axmedoobe ama deeraga meesha ku hayay ku hayay la dhigara hadda abta loo staabto ragii waxay dhayn axmedow dadka markasta lama hor iman karo doorasho jubaland aan qabanayno ilaalinayna inuu xalaymo wuxuu yiri de meesha markii hore iniga gunugu inta isku dhaxay aheyd qoray diyaar baan hadda wax sax hadaysan hayna naga warso haye iru yu hadduu suugay haye asay dadna wala heshiisay ya lafta garan raamish baa lagu shubay waxa la yiri halka kala haysta waxa inii shagno ma dowlad Soomaaliya la dhaqmaysan Soomaaliya la xoreyn iyo
argagixisa laga adkaanayo doorasho qof iyo cod laadi ID card balas bay wax iska daaya leedi waxa ma shaqeynay teendada lagu codeynaa doorasho soo socota teendada ayaa lagu codeynaya ma fahantay laakiin ahmed hal sano ka badan kuma dul qaadanayn kuma dul qaadanayn doorashada mudduulaadkaas aan mar u dhamaado isma soo xirigirt bogas nin baan soo dhiseynaa waa aqbalaa xogta rasmi ah la isugu gudbiyay sidoo waa gartay kolay Nairobi ka dhurdo dhurdaysaa waan kuuga hay oo si fiican baad maartay aad xogteeda iyo waxa ka socdaya oo la socota bal inta hadaan ka dhaaf magaalada Muqdisho ahayd way kala kacaysaa balay magaalada Muqdisho xaaladeedu aad bay adagtahay hay Muqdisho saag waag markaa u bari madaafiic baa ku bilaabatay hay afarta garsha ah ko gantaala aan la garanayn meel ka socdaan haw dhaqdarkiin lay kaxda shib maxalay meesh kale maxayd hodan hay حافظة بدل ما كان غنى بوديشين. إيه. أنت بعشر كوب ستي. كو. حري عيدا. إيه. جيك تركي سوم. إيه. جيك. إيه. قيق. قالها وذا جوا حيرين. إيه. نو والب راح أمرك ممكن تحبعش دين كمله. إيه. جوا حق جنتان كمان يبغى بناك يسوي ضبحه يدعونا يعني. إيه. نكثير هذا علمه. نك معي راح بناك يسوي يستعين ويدعونا ماش كل عيب. إيه. نبى أسكت دوي حلا وكا أرد يمي هبل بكل عيا. إيه. ماش تدق عن كرنا يوم. أهدد الحياة نرجع. إيه. بقولك يطلع لعيرة جور لين. إيه. نكنا بناك يسوي تلفون قاعد ليه. إيه. وريدو وريدو بله هلكا وكو دعايه مركب مقالد مصاحب محمد امان كده انه فراكه بحي نك حاج شيخ محمود انه توتل كفشل بن مده انه كفشل مي حاج شيخ محمود زمره بجوغا ولي دغال بنكاغي دغال لما جري ده هذا واسي ووجهه كسلابتو غرنلايا وانه حل نديق دح فديا ديق دح فديا هذا مقدل حاج شيخ محمود مو حكس دوني ودو زمره تاس كده بانو له مالا كو دمالو هو اسه سيد مقشاد دو يماده dagaal baad aaday laba bilood baad u samareey fadhiiday laba laxadna madan kala celinay magaalada u samareey baad magdhax joogan maxaad muujin kala soo laaban gurigaada lagu soo damareey magaca jiri magaci gurigiisa ku dhacaysaa saak madaxtooyadii ku dhacaysay ku hoobatay halkaas ka daawanay waa fashil u dirac waxay carabtu dhigireen waa fashil ugu dambeeyay fashil way dhaaftay waxaan fashil u dhaafay hadda wajiga uu muqdisho ugu soo laabtay garan xasan waxa sababta madaxweynaha Soomaaliya uu soo xiray lama dhahay oo madaxweynaha dal xoreeya dalka waa soo xoreeyay wadag wana wadama dhahay oo samareebti bisaxan way guriga dadan loo soo doomaray inu dhis doonaan ma muqdisho dhis samareebka ka maasan inu dhis doon yaa bana u ma dhibe dawo ka maasan kii dhis samareebtu waxay leeyihiin madaxweynaha dhaaf baa leeyahay maadaama uu qarxay maana dhaaf baasha asaga wate madaxweynuhu asaga wata baasha baasha afka duuban adoo bixisay ugu dhurdo dhurdeeyay asaga wata ba asaga gaashaamankiisa waa ilaaladiisa waako meeshu ku hidi kula hayanayaan meeshu saxda wala saxdan ma faad marka meeshi doos maraba loo socday muqdisho ka shidantay inba xal wuxuu yiri waxaan arkay yiri waxaan arkay wuxuu yiri weel giira maale weel giira kasi daba weel waxa kasi daba weel alf ka daba weel aan inba xal wuxuu yiri nooga afka durura oo muqdisho soo galay loo looga baxay arkay hay muqdisho ka dhax bilaabeen meel kasta ku garaaceen turk soo bay ku garaaceen xalal ay ku garaaceen aan kugu daray ciidamada lagu soo toobaray Uganda ciidamada Uganda lagu soo toobaray magaalada saxda ee maradku soo toobaray ee dhoobada intii lagu soo galgalsiyay la yiri waa balaayada la yiri la yiri waa balaayo birtay calashadan birtay calashadan la lahaa ila toobar lama soo barinay ciyaal yar yar bay ahaayeen waan gartay dagaalkii baa la geeyay kii dhow samareeb kii xagii gobolada ka socday baa gobolada dhex ka socday qolob macawsile gal hareeriga socday ha qolob macawsile iyo caws weyn gal sanqana gal hareeriga iyo caws weyn iyo gooni baad ka barataan malaynayaan gooni ka banana gal hareeriga magaalada taariikhi hey nafsi war jacayl magacaas gal hareeriga ha haywad marka gooni baad degan malaynayaan ciidankii baa lagay hay ciidanka markii lagay qolob macawsile ah oo ka mar qaata ninkii friidka ah Cali Jeet Cismaan ay dhigtay libaaxi ha libaax qarniga iyo shakabs dhahay fuudis dareen hay bahal dagaal qaad iska galiyeen hay wiil baa ku dhintay dad kalena ku dhaawacmeen hey arintan way soo korodhay oo waxa la leeyahay ciyaalkan yar yarka ee Uganda lagu soo toobaray quriga bas sida loo rudun bay yaqaanaan wax kale lama baray dhoobada si lagu gangasho hey marka waxa la rabaa ciyaalkan in dib loo celiyo akhlaaqda iyo wadaniyadda iyo tababar fiican la siiyo turki soomna lagu xareeyay dadka shacabka Soomaali u soo jeedinaya hey waayo waxa weeyaan ciyaalkan oo ciyaal akhlaaqiyadki iyo wadaniyadi iyo wax walba laga dhiseen waa ciyaal uu imaaraadkuna lacag siiyo waxa weeyaan wixii idinka hor yimaadana xabad ku furalay hey wadan labada mid loo sabar ha hawshi marka waxay ay noqotay hawl aan ma garanaysaa nidaamsanayn ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma nidaamsana
كوحي واد أركتها وحويان إبن عيسى منحويني واقر وسمرين فده أدو حال دو دولة قسنطة ولحن يردونا صاحب كاي ننكا إنتا بدنا سوغو ننكا دولة دا تاغيرا وننكا لغو مقا عابا قوني واسوغو إندها كو هايي وحاكا لو نوسو سعودة حانونكي ننكا لغو مقا عابا جري مصبيحي عبدي يا مصبيحي عبدي وحانوسي هاي لا مصارت وحنوسية نيجي مصها حنو وين أيها هيا ما فهمتي مركا موسى بيحي أرض موسى جبوت ولا جين جبوت يكون حنوسية لكن ذكر زمان المو زمان المو يا قاضي موسى بيحي من احتويه بس هقاضي عطى مو عسكرت إلى هذا يقولوا من احتويه جبت مو موسى بيحي عبدي ما أي أقو ما فهمتي نوقف قري ويل علينا يعني وحين مو ذا إنه موسى كجرو مو ذا يساعده لكن نيجي جبوتي أي جوجان، وحنا دوينا يا نن عمر جيلا قرابة هسا أيين، أي دوينا يا إسبتالكا، كده دوينا يا، ما فهمتي، مركا حكت الجوني ولا حتى نك ستوس ولا حتى ما يعزوية قلنا، الجوني ومصبيح يحنو بيزكور، وراه شيء ده ما سنتا، برا مشي بدنا نسكت حوض داكودي، لكن وقلب حنان يا نورتا ان ارنتا كفرت سوماليا نورتا هل مركو لابنا واركا وحباك الجوريسين وحباك الجورين وحالي اللي بغير بشاهي ها هورتا ان دقم الدالها دوس مرة وحد كتير وحين حشم محمد أويري مركا عرمو بدنا قبل كبنادري أمني وحاسا لسلا لقاها اللي دونا ان دقال كشواب عديه سين ان مدحويني وصو سعود ارد مدحوينا سوما سعود ووفد ياشق نمو حكو قابلة يا دوس مرة ان حكو صهري دقال ان حد أدمس وحكو بيرتي دقال كي او شبال عدا حكو سعودي ملرا على فول داري عيد عيد كان من شباب الله بغل كودن سين هرنا وشغل أدمس أمانة دقين إبر كغلكت رول هو ذي قال إن مك دقين إبر كغلكت مركا إن عدم دول ده الكاس هو القلك وذا إن وأنا لسه أفجر دون على بس بقول إن السوق دي بتي إن الله ما ينقون دونا هدي أنا وجود منه مصبيحي حنون كيسة إنه هرتوا حلا وقصة دري وهدوا حلا هي إن نك هرت دوينا وحلا رجاشامبر وحوي وانن جبوتي أنا هو الفرنسيست هاي دكتور ك إن قاس ك إنك اللي هذا اسمع العمر قليل وايد كان تذا كلا إن مراكن ك جديد إنه دوين أستال كوز جبوت كلهم وديدين حد ذي جبوت إن مك اللي هذا فرنسيس ك يقولون إنه دوين وديدين بس تعال كلو قارلو ليه حتى وديدين مركا اسمع العمر قليل ما دام حد أيهين أستق يا دكتور جوني جي لو نرسل له أقول هذا حتى عدد كسومال لأن جبوت جوا حتى ما هو إنه أضج وحنو سين مركا أضج له حياك أوضاع اليوم برشرة بدن وحياة بدن سلحة اليوم وحياة كفر من. مرك أوضاع ده العكس ده من لا كي قصرت دقالك سقالك بلا سعيد الله سعنا ده. أنا هذا إنه دقالو وينه دقالك قليل عيد مذ. مرك جهورا أرض أرضك لا كفرنت. مرك أنا حنون جس هالك سومرة مصبيح أن تذا كله أنه حرية ما ما صعده. إن دقالك هذا نربن عيد مذ سومالا. دقالي لو قاد له الله ما هاي. وعيد مذ مرك هول قليار ساس أباهين ساد أباهين بي أبا وحلب أباهين. مرك دقالك سكال ما. موسى مرك kuso afjaran ta xaalad meel walba kasoo xirantay gudaha Soomaaliland dagaal ka socdo in SSW isku dhaceen Cabdi Qadir Firdi waxa lagu yiraahdo Muqdisho oo hadda ee madaxweynaha is qaatumo odag mar marka dambeeso pressure oo ka sii qaadaya ee madaxweynaha ee maxal dhaha qaatumo wuxuu tagi doonaa Muqdisho kadibna Mareykanka uu aadi doonaa oo markaas aqoonsiga meesha kasoo baxay marka hadaas u fiirso dagaal gudaha ka socda Soomaaliland ee doorashooyinka la isku heesto oo hore u socola SSW go'day oo maamul sameysatay ee madaxweynaha qaatumo Muqdisho laga wacay oo markaas maamulkiisa la aqoonsan doono Mareykanka ayagana halkaas Mareykanka kula qaabili doono ee madaxweynaha qaatumo هول قلادة السعودية إيش إذا قاتم السمانة سيم عن عيد ماذا حصل أنت واحد سمستين موسى مركو واحد كل اللي في السعودية زيرو أصاب أحد بقال أنت بروبر كسمال لأنك ذي ماذا إن وحياة بس مركو أصول في السعودية وصل هذا ربي لعب سبب تلو دوينه وسبب تاسي إن ضد فربضنا وبرها بالشدة كسوع عتما موسى محنون سنة راحينا دو أجان دونا سبب تو أحد أنا واحد موسى نعيب إن أنا قلت أملاه أنا موسى وأنا سومالي ده أوضح سومالي نعيب جون ومقبل لكن قلاداتك أو قلبي سهست أو كلكن مركو إن حالته الكسمر سا وأنا سو أفجرن كي سومالن يسكون دمات كي سومالن ديك رادم مصبي حد يسكت قبوم وين ويكسره وين سومالن منن كلا بركة سو مجاعولة مجاعوا وين أما أفجم بيكسمه وين مصبي حد أنتو حنوسيها أفجم بيانا ديلا نن كلا جرح جسا أما نن كلا معقولة هجستان صوبته قرشاس وحلي روح كسر عليها الجيس وجوده الرجع وذا مذا حيونك حينك كم ذا يعني إيشك سيلعي يركله بركة رجع ديدنا وحكم ذا وصير كاهن ولا أضغ لما أفجم بكرة أضغ حنوسيها إن أنت أنا نقصي تكبر بتين لما أفجم رأي أضغ بركة وحان ديلا أفكم بغاس هلقد دبايو
نن أم حلا عرق يركل وحجردة السياسيين فر بدل هذا أردا ين مركز موسى أف جنبيان رجس إن أف جنبيان سيد إسماعيل عنو قال سدح جارو كبت بدأ أف جنبي ما سدح شر سدح جارو كبت بدأ هذا العرقل ها مدبل جوده هذا كو هوش بكرة دبي يا ليدي عرق بدل نقدم بيا حتى أفريقيا ده نو عرقت ودمنا فرنسيس قم يستلم ولا أف جنبنا مركز هلك سب هاش مرة سامر مركز دمج تذا كلا قرح أي حد ترجع كدا مردو أنكرة مال أردو برلمانك إنه حلا هذا الأشياء أنكرة أيه أول سوء ما ربي أيه ساك سدح سعبر قرح كدا oo nin naftiisa soo midaamiyay laba askar ku dhaawacay in dadkana ay wax sheegtan ay la hadda ma jiraan oo walaalayaabay marka turkiga qarax ka dhacay asagana waan ka xunahay oo dadka Soomaalida meel ay aad u nool yihiin oo dadka Soomaalida saaxib leh oo Erdogan nin wanaagsan waa markii nimaysay idan qarax ka dhacay waan ka xunahay ee jabuutada ku yara noqono marka uu dhiibay saraakiish xilba xilka qaadis buu ku wada sameeyay leen saraakiish wax la xiray iyo wax la bedelay iyo wax la dilay noqday saraakiish markii arintaas oo dareemay ninkii oo ku kacay saraakiish marka afgambiga waa saddex jeer mar hadoo badbaaday marka dadtiyo tii oo ugu dambeeyso ku bixi lahaa sababtoo ah mar walba wax maqlaba xamxam markoo maqlaba in oo afgambiga rag wado oo maqlaba waa ever marka wadan badan aan wado saa sheegay ruushka iyo wadamo kale oo maxalla xataa faransiiska oo ku sugan meesha Ismaaciil Cumar Geel meesha ka tagay 30 sano si maray in laga tuuray raba inaan meel iska heesto dad 900,000 oo balin aan dhameen wuxuu ku heesta oo hadana gaajo baxtay oo gaajo hada dhulka qofka baa qofkii maadaba wala la baxaa waa gartay marka amadeeda oo kale bulgirka bay ku soo noqday saa la gariirkana saddex jeer oo baraasagan saddex jeer ku xig inkastoo Ilaahay dad wax ku yeelin hadana mar walba dhulgir saddex jeer isku xigto dhulgir ka dhaca marka arimaha soo dhan ee Djibouti ee Djibouti intee sidoo kalena Soomaalina hadda way heesataayo dagaaladii wax ku fur marka fiiris iyo afgambiga asagana gudaha laga qalqalnaa waxyaabo badan isku hoos jiro in musabbixina maran dhareen oo tigi doona Ismaaciil Cumar Geel loo raaci doona Soomaaliya noo midoobi doonta hadduu leeyahay waa gartay waxaan rabaa koonfurta Soomaaliya ee iyo Muqdisho bal xaaladii ugu dambeeyayna inaad ku soo qatin Muqdisho howlgalo ka socda maalmahan oo ilaa ceelasha biyaha iyo meelaha deegaanada dhan waxa ka socda howlgalo amniga lagu sugayo marka in saakay in waxa lagu tooray hobiyal hobeesha lagu tooray meesha laga soo tooray kulli waa la ogaaday in kaxda meel ku taalo oo dalcad ah ay gaari nooha intay soo qaateen ay gaariga meesha ku rakibeen ee buurta dusheeda saareen ee hobiyay ee ku tooray ilaa 8 xabo marka in gaarigii meeshii ciidamada kaxda ku baxay telemotion irka taliya qaybta in gobolka maxaa la yiraahdaa Banaadir ah ee saldhig galbeed ah ayaa markii ku baxay ciidamadii ayagoo markaa way carareen rasaas laga daba riday dhanka ay waxa wali baad goobkooda lagu haya oo lagu jira markii nimankan waa la soo ogaaday meel walba wax ka sameeyo loo geeyay hooyo Soomaaliyeed ayaa ku dhimatay urleed madaficda afar caruur ay dhashana oo ku dhaawacmay ayaga isbitaalka yeelan marka xaaladda amniga Muqdisho inay qalqal galiyaan rabaan nimanka shabaabka ahaa laakiin dawladda iyo dadaalka dadka shacabka ay wadaan ayaa markaas ka guuleysan doona dowlad rabaan la soo afjari doona adiyad bay u mahadsan yihiin dabadyaal kuwaasi waxay ahaayeen shiday iyo waliba goori oo inta badan ka faalooda xaaladahii ugu dambeeyay ee Itoobiya iyo dalka Soomaaliya barnaamijkeenna faaqida dareemaha ayay ku gunaanadeena intaynu dib dib ugu kulmi doono mid ka mid ah waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo